جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيدي. نريد أن نسألك هنا، ألن تكرس هذا الغياب، غياب الفصائل عن هذا المجلس المهم، ألن يكرس لمزيد من الانقسام الذي يسابق الجميع الزمن من أجل انهائه؟ يعني لا أعتقد أنه فيما يتعلق بالانقسام ذاته الموجود الآن بين حماس وفتح أو بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن هذا يقلل من شرعية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها جبهة وطنية تضم الفصائل الفلسطينية المختلفة. ونتحدث عن الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية باعتبارها فصائل تاريخية ولها باع طويل داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وهي فاعلة أيضا على الصعيد الوطني سواء على مستوى النضال أو على مستوى العمل داخل منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى الفصيل الجديد في منظمة التحرير وهي المبادرة الفلسطينية. في هذه الجلسة أكدت على أن هناك إشكالية فيما يتعلق باتخاذ القرار وفي المشاورات الخاصة بالمجلس المركزي أو عقد جلسة للمجلس المركزي. عادة يكون هناك مشاورات ما قبل اجتماع المجلس الوطني والمجلس المركزي للتفاهمات حول القرارات التي يمكن اتخاذها. يبدو أنه لا توجد مشاورات، وهذا يعزز التفرد الذي تقوم به حركة فتح أو الرئيس محمود عباس فيما يتعلق باتخاذ القرارات داخل اللجنة التنفيذية وداخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. هذا ما واضح من بيانات الفصائل الثلاث وخاصة الجبهة الديمقراطية والمبادرة الفلسطينية. لذلك الإشكالية الرئيسية في هذا المجلس المركزي أو في اجتماع هذا المجلس هو ما يتعلق بشرعية التعددية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء أو ربما القفز على تاريخ طويل من الديمقراطية التي كان يوصفها الرئيس ياسر عرفات ديمقراطية سكر زيادة. وبالتالي الإشكاليات هنا تكمن وليس في القرارات أو في كيفية اتخاذ القرار، لأن النصاب يمكن أن ينعقد بحضور الجبهة الديمقراطية أو بدون حضور الجبهة الديمقراطية وكذلك الفصائل الأخرى، لأن أغلبية أعضاء المجلس المركزي هي إما من حركة فتح أو من المستقلين المقربين إلى حركة فتح.